خبر الأسماء الفاعل اسم أو بمنزلته أسن إليه فعل أو بمنزلته مقدم عليه أصل الصيغة والمحل. الفاعل اسم جاء زيد أو بمنزلته أو لم يكفهم أن أنزلنا أسن إليه فعل جاء زيد أو بمنزلته وهو عشرة. أبي نقول اسم الفاعل مختلف ألوانه الصفة المشبهة حسن وجهه صيغ المبالغة زيد شراب أبوه العسل. المصدر مثل عجبت من ضرب اللص زيد ضرب مصدر زيد فاعل به أو عجبت من كلام خالد زيد كلام اسم مصدر اسم مصدر المصدر هو اسمه وكذلك اسم الفعل هيهات العقيق من هبة الفعل اسم الفعل وكذلك الجار والمجرور التام لو قلت للكوفي أعرف لي زيد في الدار أبوه يقول لك زيد في الدار متوقف وأبوه فاعل في الدار جار المجرور التام كيف لا تقول زيد في دار أبوه هذا السامة زيد أمام الدار أخوه زيد أمام الدار أخوه أخوه فاعل وكذلك قولهم إياك أنت وزيد أن تفعل ففي إياك ضمير مستتر وأنت توكيد له وزيد معطوف عليه تقدير المستتر إياك أنت هذا منصوب على التحضير تقدير المستتر تقدير أنت تقدير أنت إياك أنت وزيد أن تفعل ففي إياك ضمير بذهب ثم العشرة مقدم عليه لا بد أن يتقدم الفعل تقول جاء زيد ولا تقول زيد جاء أصلي الصيغة أخرج نحو أكرم زيد هذه الصيغة ليست أصلية هذه مفرعة عن أكرم زيد عمره نعم هذا ما أقوله الفاعل نعم وبعد فعل الفاعل فهم الفاعل ليك مرفوعة زيد هذا مثال الفعل منيرا وجهه مثال لما هو بمثابة الفعل لأنه منير صفة مشبهة نعم الفتاة يريد أن يقول لا فرق بين يكون الفعل جامدا أو متصرفا جامدا نحو نعم الفتاة ومتصرفا مثال زيد وبعد فعل فاعل أي أن الفاعل يأتي بعد الفعل قالوا الفاعل كجزء الفعلي الفاعل كجزء الفعلي وذلك لا يتقدم جزء الشيء عليه فهو إلا فضمير فإن ظهر فهو فإن ظهر الفاعل فهو ذاك فإن ظهر الفاعل فهو ذاك وإلا بأن لم يظهر فضمير مستتر ضمير مستتر ظهر مثل زيدان جاء زيدون جاء فإن لم يظهر فهو ضمير مثل زيد جاء وهند قادمت وجدد الفعل إذا ما أسند قال إذا أسندت الفعل لأنثى إذا أسندت الفعل لمثنى أو مؤنث جرده وتقول يقوم زيد ويقوم الزيدان ويقوم الزيدون ويقوم الهندات وتقوم الهندان لا فرق في ذلك قالوا لماذا قال إذا قلت يقومان الزيدان يقومان ذلك النون دلت على أن الفاعل مثنى سوف تفهم تثنية الفاعل من لفظه لماذا تلحق بذلك قالوا وكيف أنتم الفعل في قولكم قامت فاطمة ولم تقل قام فاطمة قالوا يختلف هذا عن هذا لأن بعض الأسماء مشترك تقول جاء هند وجاءت هند واضح ففرقوا بالتالي بين ما أسن إلى مذكر وما أسن إلى مؤنث وقد يقال سعيدة وسعيدة ومع ذلك قد تقول العرب سعيدة وهي لغة لبعض العرب تقول سعيدة أخواك وسعيد إخوتك وسعيدنا أخواتك قد يقال سعيدة وسعيد والفعل مسند الظاهر يلومونني في اشتراء النخيل أهلي يلومونني اشتراء النخيل أهلي قال رأينا الغواني الشيب لاح بعارض وقد أسلماه مبعد وحن مقرأ سعيدة قالوا في العرب قالوا في سعيدة أخواك في ثلاث عارف الألف فاعل وأخواك بدل منه والاسم ظاهر يبدل من ضمير غيبة كثير لا شيء فيه أو سعيدة فعل فاعل وخبر مقدم وأخواك مبتدأ مؤخر أو الألف في سعيدة علامة تثنية حرف علامة تثنية كما أن التاء في قامت علامة تثنية وأخواك فاعل ويرفع الفاعل فعل الأمرة مثل زيد في جوال من قام قد يرفع الفاعل فعل أضمر إذا قلت من قام فقل زيد فاعل بفعل أضمر دل عليه ما قبله هذا عندما يقول الأصالة في الرفع للفاعل لا إلى المبتدأ ومن قال أن الأصالة في الرفع للمبتدأ قال زيد مبتدأ وتقدير زيد قام وتأثني في التالي الماضي إلى كهرباء قال إذا أسندت الفعل لأنثى الماضي لأنثى ألحقته تاء ساكنة وتقول قامت هند وقامت عائشة أبوي قالوا
قالوا الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فكما جاز أن يلحق الفعل أن يلحق الفاعل أن يتصل بالفاعل شيء من لوازم الفعل، جاز أن يتصل بالفعل شيء من لوازم الفاعل. تقول يقومان، النون اتصلت بالألف وهي خاصة بالفعل علامة رفعه، يقومون الواو النون اتصلت بالواو وهي من خواص الفعل علامة رفعه، كذلك تقول قامة تندب اتصل بالفعل شيء من لوازم الفاعل. وإنما تلزم فعل مضمر متصل، تلزم فعل مضمر متصل مثل هند قامت أو الشمس طلعت، إذا كان الماضي مسندا لضمير يعود على عاقل أو غيره لزمة التاء، أو يكون مسندا لظاهر حقيقي التانيث من قامت عائشة، وفهم أنه إذا أسند لظاهر غير حقيقي التانيث جاز إثبات التاء والأصل وجاز حذفها. تقول انكسر اللبنة وانكسرت اللبنة. وقد يبيع البصل وترك التاء، وقد يبقى وتاء وتاني المبدأ ونزل تصيام البنات، وقد يبقى فصلة التاء. إذا فصلت بين الفعل والفاعل جاز إسقاط التاء والأفضل إثباتها. تقول حضر اليوم فاطمة، حضر القاضي امرأته. والحكم مع قصد بإلا فضل كما زكى إلا فتاة بن العلاء، وأوجبه بعضهم. تقول ما زكى إلا فاطمة، ما زكى قالوا واجب، وقال بعضهم بل هو واجب لا تحق التاء، لأن الفاعل في الحقيقة ليس المذكورة، وإنما المذكور بدلا من فاعل محذوف التقدير ما قام أحد واحد مذكر. واضح؟ ومع ذلك سمع ما بريئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العمي، ما بريئت لحقت التاء والفصل بإلا. والحكم قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز فيه، قد يأتي فصل بالحذف بلا فصل. سمع السيبويه قال فلانة، سمع من العرب ومع ضمير ذي المجاز، قلنا إن الفعل إذا وصل إلى ضمير يعود على مؤنث مجازي يجب إلحاق التاء له. سمع بلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقى لإبقى لها، لم يقل أبقلت قال أبقل، سقطت التاء من الفعل لمسلم إلى ضمير عاد على غير عاقلنا. والتاء مع جمع سالم، والتاء مع جمع، إذا كان جمع غير مذكر سالمة فالتاء فيه مع التاء مع اللبنة. تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام المسلمات وقامت المسلمات. يسأل سؤال قال لماذا قال وإنما تلزم فعل مضمر متصل، لا بد أن يكون الضمير متصل مثل هند قامت، لكن لو قلت هند ما قام إلا هي الضمير ليس متصلا، فصل بينه وبين الفعل بإلا. واضح؟ أنا أقول لي وإنما تلزم. ماذا قال؟ التاء مع جمع سوى السالم، قال التاء مع جمع سوى السالم، جمع ثلاثة، جمع السالم جمع مذكر سالم وتكسير، التاء مع جمع مذكر السالم لا يجوز إثباتها، لا تقول قامت المسلمون لا يجوز، وأجازه بعضهم. وأما مع المذكر السالم لك الوجهان، تقول قامت المؤمنات وقام المؤمنات، وقام الرجال وقامت الرجال، وقام النساء وقامت النساء. إذن التاء مع جمع غير مذكر سالم وهو التكسير والمؤنث السالم إثباتها كعدمها تماما، كما لو قلت انكسر اللبنة أو انكسرت اللبنة وهو قوله كالتاء مع إحدى اللبن. واضح؟ إذا قلت قامت الرجال قصدت جماعة الرجال وجماعة مؤنثة، وإذا قلت قام الرجال قصدت جمع الرجال وجمع مذكر. واضح؟ وللزمخشري رحمه الله تعالى إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، ما أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. أنا قولي والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إعداد اللقاء. والحذف في نعم الفتاة، والحذف في نعم الفتاة، إذا قلت نعم الفتاة فاطمة بست الفتاة حمالة حطب فالتاء يجوز حذفها والأصل والأحسن إثباتها، فلأسأل أن تقول نعمة الفتاة الفتاة فاطمة بست الفتاة حمالة حطب، لأنك تقصد الجنس والجنس مذكر، نعم الفتاة فاطمة ال في الفتاة جنسية جنسية والجنس مذكر، ومع ذلك الأحسن أن تقول نعمة الفتاة فاطمة. واضح؟ والإثبات أحسن بعض معها، والإثبات أحسن لأن قصد الجنس فيه بينه.